نجيو إذن للخيمة. الخيمة ديال القايد اللي كنت كنقول كنت كتبعوا معايا. نجلسوا نتأملوا شوية، نستغفر الله سبحانه وتعالى، وما كتكون غير مشيئة الله عز وجل في علاه. والتي بعدها ناخذ واحدة تويس الماء الحمد لله. انتظروا العشاء ديالنا الطيب. وغير بالنسبة ل يعني لهذاك الزلزال والأخبار كتقول يمكن يكونوا شي يعني شي ضريبات صغار، إن شاء الله تكون طفيفة وبسيطة. الإنسان ما يخافش، الله كيقدر ما يشاء، وحنا الحمد لله في المغرب الحبيب مؤمنين مسلمين، نؤمن بالقدر، ولكن نبقاو ديما متضامنين و نساعد بعضنا البعض. هذا ما كان، وان شاء الله هادشي كله يدوز. دوك العائلات اللي فقدوا الناس ديالهم ان شاء الله اللي ماتوا في هذا الزلزال تكون عندهم مرتبة الشهداء. وحنا ما علينا غير نستمروا ونبقاو كيف اللي حنا مغاربة مؤمنين مسلمين، يعني نتخذ الأسباب للنجاة إلى آخره، ولكن كنبقاو ديما صامدين. والحمد لله وحده لا شريك له. ونمشيو نشوفو دابا العشاء ديالنا واش طابت. نشرب واحد الجغيمة بسم الله. اللهم لك الحمد. والإنسان يسمع الأخبار الرسمية يعني اللي ما كيكونش فيها هذاك التهويل، ما كيكونش فيها هذاك سميتو، باش الإنسان كيبقى يعني متمكن من العقل ديالو وكيتعامل يعني بشكل عقلاني مع راسو مع عائلته مع فهذا الظروف هذه صعبة. اوكي، تحياتي عالية جدا الى المغرب والمغاربة. ايوا مننا يطيب طيب عشاتنا غادي نجيبوها ونبقاو كنستغفروا الله. الاستغفار الاستغفار الاستغفار، الحمد لله الى عمرنا صدرنا بالاستغفار راه كل شيء يكون مزيان ان شاء الله والحمد لله. يلا اتو طالو.